مرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمباراة الدور النصف النهائي لكأس تونس، دور يجمع بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي هنا في قصر الرياضة بالمنزه. مباراة هامة وهامة جدا طبعا لقيمة الزوز فرق وللرهان الكبير. نعرف فما مباراة قاعدة تدور حاليا منقولة على الوطنية الثانية بين جمعية جمال ونادي كرة اليد بطبلبة، تقريبا نقولوا لي 21-20. على كل المنتصر من النادي الافريقي او الترجي الرياضي التونسي طبعا مش يراهن على الكأس، كأس تونس. معايا في التحليل الفني لهذه المباراة سيد ياسين بن عرفة المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد. مرحبا بك سي ياسين في هذا التعليق على هذه المباراة. اهلا وسهلا مرحبا. المباراة صحيح أن المباراة هذه من تقريبا هي مرآة لتعكس مستوى الفني لكرة اليد التونسية، لأنه الفريقين نعرفوا اللي يضموا تقريبا أغلبية لاعبين المنتخب الوطني. المباراة هذه زاد باش تورينا مدى استعدادهم للبطولة للألعاب الأولمبية. بطبيعة الحال الفريقين الاثنين كلهم عندهم تجربة كبيرة، أغلبية اللاعبين الأساسيين خاضوا دورات على المستوى العربي على المستوى الإفريقي. الترجي الرياضي نعرفوا اللي فاز بالكأس الممتازة، الفرق اللاعبين هذوما كل ترشحوا أمام فرق أوروبية كبيرة كما مقدونيا، لعبوا كذلك مباراة كبيرة ضد بولونيا. يعني اليوم باش نشوفوا تقريبا أعلى مستوى لكرة اليد، والمباراة هذه أكيد أنه المتفرجين يستناو يمكن في شنو هو البرونوستيك. هذه من المباريات اللي صعيب باش يصير فيها البرونوستيك، لانه تقريبا موازين القوى قد باش تكون فما اختلاف. المباراه ياسين بهجوم لفريق الترجي الرياضي التونسي. بطبيعه الحال من الاول فما اعداد المباراه هذه، اكيد كل مدرب حضر المباراه نتاعه كما يجب وقام باختيارات، والان يبقى للاعبين انهم ينفذوا الاختيارات هذوما ويكونوا في مركزين في هنا. الكره الاولى يتصدى مكرم المساوي، تصويبه كانت ممتازه من انيس المحمودي، ثم المكرم المساوي التصدي وهجمه سريعه لفريق النادي الافريقي. عبد الحق بن صالح يبحث عن المسانده، امين بنور يقول ما فما حد شيء الحكم، تصعيد الكره انيس المحمودي وينجح حسام البوغانمي، عفوا ينجح حسام البوغانمي من الجناح، كره جميله كانت التمريره حاسمه، هدف لصفر كانت التمريره حاسمه وامامنا امام مكرم المساوي، وهدف لصفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. عبد الحق بن صالح، محمد السوسي، عبد الحق بن صالح يدخل او عمليه تقاطع مع محمد السوسي ورايا لامين بنور، ثم تصدي لامين بنور. شوفوا تغيير المراكز طبعا لارجاع الدفاع للخلف، شوفوا الدفاع الضاغط على التسعه امتار يلزم ارجاع الدفاع للخلف. عبد الحق بن صالح يعاود اذا الهجمه المراكز من جديد. يلعب 6-0 الترجي الرياضي التونسي، يعتمدوا على قوة دفاعية أيمن حماد ومروان شويرف. الدخول كزوز لاعبي دايرة طبعا لإرجاع أو لخلق أكثر فرص على المنطقة. يخلق المساحات للظهيرة. الجلالي معرف والتصويب إذا عبد الحق بن صالح. عبد الحق بن صالح هدف في هدف. عبد الحق بن صالح. شوفوا الإعادة كان موه للتمرير فان دو باس ثم يصوب، والإجابة تجي سريعة إذا بتسجيل النقطة الثانية للترجي، زوز نقاط لنقطة، ثاني هدف على التوالي لمنسق الإفريقي عبد الحق بن صالح 2-2. شوفوا أن الفريقين يعتمدوا على الهجوم السريع لانه يحاولوا باش يخلطوا على الدفاع قبل ما يتنظم، لانه الفريقين عندهم دفاع صلب دفاع قوي كذلك الافريقي، وتكون الهدف يكون اسهل. صحيح. كمال العلوين، يانيس المحمودي، ايمن حماد، عبد العلويني، ايمن حماد، ويلا المحمودي،
العلويني يحاول أنيس المحمودي وممتاز ممتاز الهدف. مكر المساوي كان يعتقد 9 امتار لكن أنيس المحمودي شوفوا على المراوغه والاجابه اذا تجي سريعه سريعه من حمدي عيسى او مكرم سلامه عفوا مكرم سلامه صاحب الهدف هذا. أنيس المحمودي مره اخرى ثاني هدف على التوالي لأنيس المحمودي. فريقين دخلوا مباشره الى لب الموضوع جوهر الموضوع دونك محمد السوسي 7 امتار تحصل على 7 امتار شوفوا الاعاده شوفوا انه فما تفوق هجومي لانه في 4 دقائق تقريبا 7 اهداف تسجلوا يعني انه فما استعداد يعني الفريقين قراوا دفاعات الهجوم ودفاعات المنافس وحضروا كما يجب الهجومات تحت. نفس اللاعب محمد السوسي اللي جاب ضربه 7 امتار ويسجل اذا رباغه مروان مقايز تعادل يسجل الهدف التعادل 4 اهداف من الجانبين في بدايه مباراه الترجي والافريقي. ايمن حماد علويني أنيس المحمودي علويني مروان الشويري في خروج وراء العلويني ايمن حماد ربما للتصويب ما زالت الكره يحاول كمان العلويني ايمن حماد أنيس المحمودي شوف فما تغيير مراكز حذري من اللعب السلبي في الوقت المناسب في الوقت المناسب كمان العلويني يسجل الاسبقيه 5-4 مازال النقاش فما حكم يقول خشونه في اللعب هذا ابو علوشه كان قريب يعطي ورقه صفراء لمروان شويرف رقم 31 امامكم و 9 امتار اذا للافريقي الى الكره عبد الحق بن صالح يخرج محمد السوسي عبد الحق بن صالح مره اخرى 1-2 ما تسجلش كانت لمكرم سلامه هجوم معاكس سريع بمفرد اسامة البوغامي لكن يتصدى مكرم المساوي طيب التصدي هجوم سريع عبد الحق بن صالح وينجح ينجح عبد الحق بن صالح سرعه كبيره بالفريقين يبيع هدف للترجي يسجل الافريقي 5-5 كمال العلويني في محاولة أيمن حميد وينجح ناجحة من أيمن حميد شوفوا الإعادة أيمن حميد على القائم الأول وينجح في تسجيل الهدف أفضلية 6-5 تقريبا هدفين في كل دقيقة صحيح 6 دقائق و 6-5 عارف الكرات الكل كانوا كرات صعبة ما باش نشوفوا أنه الحراس باش يكون عندهم دور كبير ياسر في النتيجه النهائيه نتاع امين بنو محاوله كانت لقطع الكره هذه من خالد حاج يوسف وضايعه طويله الكره ايمن حماد دنيس المحمودي طويله لاسامه البوغامي وناجحه ناجحه من اسامه البوغامي من الجناح والاعاده اول اسبقيه بهدفين ياخذ وقته يفتح الزاويه وسام المحمودي يسجل 7-5 سبقيه بجوز نقاط للترجي امام الافريقي نذكر المباراه ضد الدور النصف النهائي لكاس تونس لكره اليد محمد السوسي عبد الحق بن صالح امين بنور بن صالح تغيير مراكز سريع خروج المهبي خروج حمزه من الجناح لكن ضيع الكره ويرجع هجوم سريع للترجي شوفوا طلع الكره بسرعه فريق الترجي يبدو ثم مفروض استبعاد ما شفناش اللقطه على كل لانه الكره كانت في هجوم سريع للترجي على كل اصطدام الثنائي ابو علوشه والخليسي اللاعب على أرضية الميدان مش وجه اللاعب
فما نسق عالي للمباراة هذه والدفاع بدني قوي اللي يخلي ساعات تصير بعض الاصطدامات بين اللاعبين. محمد السوسي اللي كان على أرضية الملعب، الإنذار ما عرفناش لشكون يبدو، كان أكيد هو كان مطالب باش يرجع ويحاصر اللاعبين على 6 أمتار، أكيد أنه وقع اصطدام بينهم وسقطوا الاثنين. ربما الحكم يرى الاصطدام مش عفوي لأنه أعطى محمد السوسي إنذار. على كل ليمن حميد محاولة التصويب ويتصدى الإدريسي لهذه الكرة. أمين برنور محاولة للتصويب عالية عالية كرة أمين برنور 7-5. باع الدفاع ما يخليش أمين برنور يشوط في وضعية سهلة. كان في وضعية نعرفوا أمين برنور من اللاعبين المتميزين في التسديد، وبالتالي لابد أن الترجي الرياضي يقرا حسابه في الدفاع وما يخليش المهمة نتاعو صعيب سهلة ياسر. كمان العليمي أيمن حميد عليمي أنيس المحمود يخرج أسامة البغاني ورائية للمحمودي فما الصد صد. فما الصد السوسي وخلف استماتة من أسامة حر يخرج من المركز نتاعو يمشي كلاعب دايرة ويستغل الفراغ ويجيب 7 أمتار، كان الحل الامثل بالنسبه للهجوم الترجي الرياضي التونسي. انذار لاسامه حسني. انذار اسامه حسني اسامه بوغاني وانيس من الاختصاصيين في تونس في ضربات الجزاء، هو مختص في فريق المنتخب الوطني في ضربات الجزاء. ادريس الادريسي متمكن من التسجيل، شوف نسبة النجاح 4 تسويبات 3 أهداف في توقيت 8 دقائق 51 ثانية والنتيجة أمامكم على الشاشة 8-5 أسبقية ب3 نقاط للترجي أمام النادي الإفريقي. نعرف لكرة اليد العصرية 3 نقاط ما تعني حتى شيء، حتى 5 نقاط ما تعني حتى شيء، يعني مازالت المباراة. مكرم سلامة ممتازة التمريرة، كانت تمريرة حاسمة كيفاش خذا الكرة وأمن الإعادة حول المباغتة. سبعة أمتار محمد السوسي المختص في هذه الضربات في صفوف الإفريقي، ثاني 7 أمتار لمحمد السوسي كان نجح في 7 أمتار الأولى. على القائم تضرب على القائم الكرة هذه هجوم سريع على الترجي، مروان فيروك يطلب الكرة، أيمن حميد كمال العلويني، أيمن حميد 1-2 تكمل الكرة لكن علقة الكرة فرصة بفرصة. الجزئيات هذه في الشوط الأول ماهيش مهمة ياسر، لكن جزئيات كيما هذه في الشوط الثاني وفي آخر المباراة تنجم تكون حاسمة، لأنه في مثل هالمباريات هذه الأخطاء أو قلة التركيز تكلف عادة غالية ياسر. تغيير مراكز، دخول أسامة حسني كلاعب دايرة ثانية، مين بنور يبحث عن المساندة من الكرة لمكرم سلامة، لكن الحكم يقول 9 أمتار للإفريقي مع إنذار لأسامة المحمودي. شاف أنه مع اقتناص كرة كان فما دفع، عملنا انترسبسيون ما دز البيفو كمان. شوفوا لي النادي الافريقي ولا يحاول يعول اكثر على اللاعب الدائره باش يخلي المساحات لل للسواعد للتصويب. عبد الحق بن صالح يقول الكره هذه ويرجع عبد الحق سريع، خبره كبيره لعبد الحق، مبادره فرديه الافريقي لانه عرف انه فما اللعب السلبي تلعب الكره بسرعه وينجح. اذا
العلوين ايمن حماد مقطوع الكره هذه. عبد الحق بن صالح في حوار مع الادريسي يقول ما فماش هجوم معاكس، يختار يريض اللعب. اظن ان الدفاع بدا يتاقلم على الحلول اللي وضعها الهجوم، وبدا فما توا لاحظنا انه في الزاتاك الاخرانيين هذوما فما اسبقيه للدفاع، سادير الديفونس اسيت ادابتي للاتاك، ولا فما مشاكل في الاتاك بالنسبه للنادي الافريقي والترجي الرياضي. محمد السوسي في محاوله للمرور، خروج خالد حاج يوسف، تصويب ربما عبد الحق بن صالح على القائم، على القائم الكره مقطوعه من مكرم سليمه وترجع مره اخرى في هجوم جديد للافريقي. امين بنور وسامح حسني. الافريقي يحاول باش يعاود تنظيم الهجمه. محمد السوسي ربما التصويب لا يطويل لامين بنور، يخرج عبد الحق بن صالح، محمد السوسي بصعوبه مجايز. ما كانتش مركزه التصويبه. مقطوع ايضا لترجي، شوفوا ما كانش متوازن في التصويب وكيما جات التصويبه. حافظ الزوابي غير راضي، شوفوا في حوار في خمسة دقائق سجلوا هدفين. خمسة دقائق سجلوا هدفين، لوركو في اول المباراه كانت تقريبا كل دقيقه هدفين، يعني فما صعوبه بالنسبه للهجوم بالنسبه للفريقين. دينيس لاتو مدرب الترجي الرياضي التونسي، وطبعا المباراه دون حضور جمهور هنا في قصر الرياضه بالمنزه، اكيد حضور الجمهور يعطي قيمه اكبر خاصه مباراه كيما الترجي والافريقي. كان تعرفوا القانون هو القانون يعني اكيد ترجع فتره في السنوات القادمه ان شاء الله تولي بحضور الجمهور القاعات سواء كرة السلة كرة اليد او الكرة الطايرة. يلمس المنطقة في دو جو يتسمى، معناها لانه في وضعية باش يسدد وما سددش هي خطأ، كاين جو باسيف هو رفي دو جو، دونك هذاك علاش زفر الحكم انه خطا ضد بحر اللي كان بامكانه انه يسدد وما سددش، فيتسمى ريفيجو وهي خطا في كره اليد. 8-6 دائما الاسبقيه، وستة دقائق الافريقي ما سجلش فيها ولا نقطه، 8-6 اذا، وهجمه جديده للافريقي. امين بنور، محمد السوسي، شوفوا كل لاعب عليه محاصره كما جيت في نفس تمركز مروان مجايز، يسجل يسدد على القائم الثاني لكن موجود مجايز، كان شقوية التسديدة. عبد الحق بن صالح، دخول خالد حاج يوسف كلاعب دايرة ثاني مع مكر سليمة، السوسي ورائية لامين بنور، مقطوعة الكرة لكن الحكم يعطي 9 امتار للافريقي او الاعاده. طبعا مسك لامين بنور يربح 9 امتار. محمد السوسي ممتازه التمريره لمكرم سليمه، مكرم سليمه اذا اللعب الدايره امامنا يتمكن من التسجيل، كانت التمريره حاسمه وكان متمركز جيدا مكرم سليمه، يرجع الفارق هدف واحد 7-8. كمال العلويني يبحث عن المساندة، يربح 9 امتار، مروان شورف على الدايرة كان خرج للمساندة. ايمن حماد علوين يانس المحمودي، تغيير مركز سريع طويل على ايمن حماد ورايا لانيس محمودي، ينجح في تسجيل الهدف التاسع. بن صالح كالعاده عبد الحق بن صالح، طبعا كره اليد نعرفوا اللعبه جماعيه لكن وقت اللي احيانا يغيب تغيب النجاعه كجماعي صفه جماعيه المبادرات الفرديه تعطي اكثر خاصه من لاعب عنده خبره كيما عبد الحق بن صالح، هدف في اقل مجهود بمبادره فرديه. عمليه تغيير مراكز، مروان الشويره طويله حب يلعبها مع المحمودي، الحكم يقول تخرج الكرة، ترجع الكرة خرجت افريقي في هجمة لتعديل الاتجاه 9-9. طبعا
تغيير حاج يوسف باشا رفيق باشا يعاود خالد حاج يوسف باش يحاول ممكن النية نتاع المدرب انه يحاول يلعب اكثر على الاجنحة لانه نعرفوا رفيق باشا هو جناح اختصاصي حاج يوسف سان جور بوليفالون يلعب في الليل لكن سان جور بوليفالون اما النجاعة الكبيرة نتاعو في الدفاع محمد السوسي الإعادة ياخذ وقته يرجع التعديل 9-9 إذا بداية مباراة من جديد النتيجة 16 دقيقة وعندكم النتيجة 9-9 مباراة الإفريقي والترجي ما تكون كاين بالتقارب هذا تعودنا في كل الدربيات وأنا كنت لعب في الثواني الأخيرة مباراة الإفريقي والترجي قلنا لي أنه اغلب العناصر في المنتخب بافضل زوز فرق او ثلاثه فرق اللي كتزيدوا تصدي من الدريسي هذه رفيق باشا اذا رفيق باشا يسجل يرجع اسبقيه للنادي الافريقي او ينجح عفوا الهدف ضايع المره هذه من الترجي الرياضي التونسي اسامه بوغاني ادريس الادريسي اختار تصعيد الهجوم معاكس لكن شفت محمد السوسي لاعب خبره كذلك يختار يريض اللعب محمد السوسي المتقدم الافريقي او التقدم منذ بدايه المباراه للنادي الافريقي خمسه دقائق نادي الافريقي خذا اسبقيه باربع نقاط تقريبا خمس دقائق هذه الترجي يمر بفتره صعيبه خاصه على مستوى الهجوم مره اخرى محمد السوسي الهدف الثاني على التوالي او عبد الحق بن صالح حق بن صالح وهدفين اسبقيه عبد الحق بن صالح من اسبقيه بطبيعه الترجي الرياضي التونسي امام نقص في النجاعه طلب وقت مستقطع باش يحاول يراجع الاستراتيجي بتاعو يعطي تعليمات باش يلقى حلول اخرى لانه فما نقص في الحلول بالنسبه للترجي الرياضي التونسي خاصه على مستوى الهجوم مستوى الدفاع لا هي يخدم لكن معناها قبل تقريبا خمسة اهداف في خمسة دقائق وهذه تخلي أسبقية ولات النادي الافريقي بعد ما نقطتين بعد ما كانت أسبقية الترجي بثلاث نقاط نعرفوا لي المباراة هذه هي باش ترشح الدور النهائي الدور النهائي باش يصير اول مرة خارج العاصمة في قفصة في رابطة الجنوب الغربي وهذه كانت فرصة باش اللاعب كرة اليد تمشي للجهات الداخلية ولهنا توجه بتحية لأهالي قفصة وكذلك للمسؤولين والوصولات المحلية اللي حقيقة في الزيارة الثانية للجنة للتفقد شافوا أنه فما مجهودات حقيقة جبارة القاعة تقريبا رجعت جديدة وهذا مكسب للرياضة بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة ووقفه حقيقه من كل الاطراف اللي باش تخلي النهائي ضايب باش يكون نهائي ناجح ولما لا تكون معناها عاده انه كل مره يكون الفينال في جهه لانه كاس تونس هو ملك كل التونسيين. التونس الكل اكيد مغرومين بكره اليد نرجع للمباراه تونس العلويني محاوله المرور وليس المحمودي يتصدى ادريس محمودي من جناح ادريس امين برنور في محاوله وجه لوجه مع مكرم مع مروي المكيس يتمكن من تصعيد الفارقه والاعاده وجه لوجه مع الحارس كانت كره سريعه واسبقيه بثلاث نقاط للافريقي 12 مقابل 9 في كره اليد في الاتاك كيف نخسر كره سهله تمشي هجمه عاكسه تجيب هدف يعني كل هدف ما يتسجلش وخاصه يكون سهل في يشد الجول والا البرة يكون هجمه وعكسه وبالتالي هذاك علاش لابد من التركيز لانه الهدف ينجم يتحسب والاثنين فما خطا قبل المشي الافريقي يقول انه فما مشي من العلويني لكن فما خطا على العلويني قبل المشي فالحكم يرجع للخطا الاول ريبريز دريبل محمودي خطا من انس المحمودي وتعود الكره في هجوم جديد يختار كالعاده الهجوم المنسق الافريقي خاصه تغيير اللاعبين خروج خالد حاج يوسف دخول عبد الحق بن صالح اللي يرتح فيه حافظ الزويبي يدخل في الهجوم فقط
ونجع الى حد الان هذا اللاعب عبد الحق بن صالح. لانه الحكم المدرب لابد ان يلقى الفريق الامثل في الدفاع والفريق الامثل في الهجوم، لكن يكون بين الفريقين ما يكونش فما عده تغييرات. شوفوا فما تغيير واحد خطا. خطا وتعود الكره سريعه للسرجي. حمدي عيسى اذا يتمكن من الاعاده. حمدي عيسى سريع اذا يتمكن من تذليل الفريق. نجم محمد جابر اليحيوي كذلك. مراد الستاري مكان انيس محمودي. مراد الستاري دخل مكان انيس. مراد الستاري كذلك. هذا مكان اسامه البوغارمي. امين بنور يربح 9 امتار. الحكم يكون تلعب من مكانها اكيد الكره. المدرب ترجي يحاول غير تقريبا 3 لاعبين باش يشوف حلول اخرى. امين بنور طويله كذلك في نفس الوقت باش يحاول يرتح اللاعبين الاولين لانه التركيز نقص والنجاعه كذلك لابد ان يريحهم لانه حمدي عيسى يخرج استبعاد 30 سياسيين على امامنا الاعاده. كان تدخل عنيف على طبعا حسب الحكم حسب اللقطه على محمد السوسي. وتنشهد الاعاده. عفوا في كره اليد ثم حرص كبير على السلامه البدنيه للاعبين وبالتالي التحكيم تلقيح القوانين التحكيم ولا صار جدا في اللاعب الخشن. يعني العقوبة ماهيش للعقوبة بقدر ما محمد السوسي يسجل. قلت العقوبة ماهيش للعقوبة فقط وإنما لعدم إعادة اللقطة لأنها تؤثر على سلامة اللاعبين. إن شاء الله طبعا اللي نتمناه أن المباراة لحد الآن في كنف الروح الرياضية لأن اللاعبين الكل يعرفوا بعضهم خاصة لاعبي المنتخب. كل فريق هما اللاعبين تقريبا كل يعرفوا بعضهم ما فماش عامل المفاجأة ولا المباركة. الفريق قاعد يحاول يقدم افضل ما عنده طبعا دفاعا وهجوما. هذا هو السر لافتكاك ورقه الترشح للدور النهائي. جابر اليحيوي هذه الحل اللي باش يتحصل اذا أسامة الجزيري عفوا يتحصل على 7 امتار يبدو لي دخول 6 امتار من بنور حسبه الحكم ضربة جزاء. ثم الدفع فما دخول في البنفا. أسامة البغاني في التنفيذ ينجح أسامة البغاني في تذليل الفارق. النتيجه مره هدفين للترجي حاليا 13-11 مازال التسابق التلاحق. محمد السوسي في محاوله المباخه لكن المره هذه في دين مروان مجايز كانت سهله الكره. شوف حتى حافظ الزويبي غير راضي على طريقه التسديد كانت سريعه ومش مركزه التصويبه هذه من محمد السوسي على كل. راس ستار يهبط في الهجوم. عودة إذا أيمن حميد مراد الستاري جابر اليحيوي خروج محمد علي بحار جابر اليحيوي طويلة لكمال العلويني زين المحاولة جابر اليحيوي يطلب في الكرة استماتة استماتة من اللاعبين. شوفوا كل لاعب ياخذ الكرة. شوفوا كمال العلويني زوز لاعبين معاه خالد حجوز وكذلك التغطية مقطوعة الكرة من باشا ممتازة كانت من رفيق باشا وهو اللي يمني الهجمة لكن كما جات التصويبة. شوفوا رفيق باشا ضربة قوية الكرة قوية تحت سقيد الحارس فطلعت فوق الكاش. التجسيم ما كانش في النجاعة المطلوبة. تبقى النتيجة على حالها 13-11 هاي الإعادة من زاوية أخرى 13-11 تبقى النتيجة على حالها. محاولة جديدة إذا وهجمة مركزة
نادي افريقيا واللي يلعب 5-1 قدام العلويني. جابر اليحيوي يدور بالمدافع مراد الستاري وينجح، لكن 7 أمتار قبل الحكم يعطيه 7 أمتار. طبعا تفاعلوا مع اللقطة ومع الكرة الجميلة سواء من افريقيا ومن الترجي، كانت كرة جميلة من مراد الستاري ويدخل مكرم المساوي حفاظا على معنويات دريسي لاعب الخبرة. طبعا حارس الخبرة مكرم المساوي ومكرم كذلك أسامة البوغارمي كالعادة في التنفيذ قذفات 6 أمتار قوي. أسامة البوغارمي يشد الكرة هذه لكن ما يتمكنش من التصدي لكن ما يتحكمش فيها، تشجيع من زملائه على البنك. 13-12 محمد السوسي، رفيق بيشة، عبد الحق بن صالح، أمين بنو الهفدي. شوفوا محاصرة لصيقة على عبد الحق بن صالح نظرا لخطورة اللاعب هذا، مع ذلك إيراوة ورايا لأمين بنو ربما التصويب. استنيو طبعا قرار الحكم. خالد ستاري دقيقتي. نقاش على الحكم لا يجدي نفعا لانه الحكم رى العقوبه استبعاد بدقيقتين هاو الاعاده. هو اللي قام به ستاري الدفع، عمليه الدفع من الخلف. نعرف الدفع خطا اكيد طبعا واستبعاد بدقيقتين 13-12 ونقص عددي للترجي. شوفوا كيفاش باش يتعامل الترجي خاصه في الدفاع مع هذا النقص العددي. ممتازة التمريرة ومكرم سليمة أيضا يتمكن من التسجيل. كانت تمريرة حاسمة عبد الحق بن صالح وطبعا وقت اللي يبدا النقص عددي من حل من الحلول اللعب بالتفوق العددي هي انه يقع فتح الدفاع وباس للبيفو. عمل مراوغة اكيد جبد زوج لاعبين وقعد مكرم سليمة خالي من كل مراقبة وعطاه الكرة. التمريرة كانت حاسمة وذكية برشا من عبد الحق بن صالح. 14-12 أيمن حميد، أيمن حميد العلويني ورأي اليحيوي، أيمن حميد حمدي عيسى يطلب في الكرة في مركز الدائرة لكن المهذبي موجود في الدفاع. شوفوا النادي الإفريقي مسكر لاك سنترال مليح وبحر يستغل الفراغات وراء الدفاع وينطلق وياخذ كرة في كلاعب دائرة. عبد الحق إذا يتمكن من ترفيع الفارق. هذه تقريبا بحر توا ثالث مرة يعمل نفس الحالة، يشوف الدفاع النادي الإفريقي يتقدم على البازارير فيمشي يستغل الفراغ اللي وراه. تويلة للجناح ورفيق بيش إذا يتمكن من تسجيل. تمريرة ممتازة من عبد الحق. شاف اللي ديفونس مسكر لك صوتها. التمريرات الحاسمه السياسيه خرجت من منسق الفريق عبد الحق بن صالح. ذكاء كبير في هذه من الميزات اللي يلزم يمتاز بها الدومي سونتر، هو انه يكون عنده اون بيرسبسيون تاع التيران كل وعنده امكانيه باش يعطي باس. شاف اللي ديفونس تاع مسكر الوسط حلت الاجنحه ف عطى باس مباشر للجناح وجاب هدف. تصويبه قويه من جابر اليحيى يحب يباغت بها ادريس الادريسي لكن جانبيه الكره. تبقى النتيجه على حاله 15-13 اسبقيه دائما للافريقي اللي نذكر بدايه متعثره. الترجي يرجع كامل وهنا النادي الافريقي يحاول باش يريض اللعب ويركز اكثر. محمد السوسي فمش خطأ، كرة سهلة كانت. جابر اليحيوي ربما التصويب وفعلا على يمين الإدريسي. شوفوا ياخو وقته مباغته قوية. فما سانتيراج من رفيق باشا خذا انذار يتم استبعاد او انذار يعطيه انذار سانتيراج
ونصف الخلف 15 مقابل 14. عفوا لاعبين الفريقين هذوما بعد نهائي باش ياخذوا تقريبا 15 يوم راحه ثم يبداوا في التحضيرات الالعاب الاولمبيه اللي باش تنطلق يوم الاثنين 13 جوان بثلاث تدريبات اسبوعيه الاسبوع الاول، ثم يدخلوا في تربص مغلق في نابل والحمامات ابتداء من 19 جوان حتى فين 11 جويليا وين يتنقلوا لألمانيا عن مباراة أولى ضد ألمانيا المنتخب الألماني يوم 13، ثم يتحول إلى سلوفينيا عندهم اثنين مباريات يرجعوا نهار 19 جوان، ثم عندنا تدريبات في تونس قبل ما يتحولوا لليوم 30 لريو جينيرو، وعندنا قبل ما نبداو نهار 7 أوت الألعاب الأولمبية عندنا مباراة ودية ضد المنتخب البولوني. ان شاء الله نتمنوا لفريقنا التألق. وقت مستقطع اذا يطلبوا حافظ الزويبي مدرب النادي الافريقي، طبعا فارق نقطه فقط قبل اقل من دقيقتين على نهايه المباراه او نهايه الفتره الاولى. نعرفوا مهم ياسر انه الفريق يدخل لحجره الملابس باسبقيه، علاش؟ هام جدا انه يقع التركيز في اللي زاتاك هذوما. نعرفوا اللي في الويكاند هذايا حقيقه معناها فما زخم من المباريات، عندنا النصف نهائي، عندنا كذلك الادوار النهائيه للاصاغر والاواسط اللي هم يدوروا في تونس في بن خيار، فما المهرجان الوطني للمراكز المدرسيه النهوض بالرياضه في بنزرت اللي هو اليوم كذلك، وشفنا حقيقه طاقات شابه ممتازه جدا. يعني نجم نقولوا اللي الاسبوع الويكاند هذايا نهايه الاسبوع هذه هي نهايه اسبوع تعج بالنشاط بالنسبه لي نهايه الموسم الرياضي هي كره اليد. امين بنور عبد الحق بن صالح، امين بنور يدخل لاعب جناح، مروان مجايز يتصدى، محمد علي بحار ياخذ الكره هذه، مازال الحوار مع اسامه حسني، ترجع الكره في الاخير للترجي الرياضي التونسي، جابر اليحيوي، ايمن حماد، محمد علي بحار يطلب في الكره تمشي لمراد الستاري، مراد جابر اليحيوي يضيع الكره، يضيع الكره هذه، اسامه حسني يلوج على المساند يلقى مع ادريس الادريسي وخالد حاج يوسف، شوفوا لاعب خبره كذلك يختار باش يريض اللعب قبل ما يخرج في الدفاع ويدخل عبد الحق بن صالح. شوفوا النادي الافريقي ما خلاش المهاجمين بتاع الترجي الرياضي التونسي يقربوا ال 9 متر باش يسدوا، لانه يعرفوا اللي ما عادش فما برشا وقت وفما محاوله تسديد في اقرب وقت ممكن. ثم احتجاج من لاتو لانه كان يعتبر انه ثم خطا على ورقه على صفراء على جابر اليحيوي، كان يراه هو كذلك، لكن هنا الحكم كان اقرب. اظن انه مهم جدا انه اللاعبين يكونوا مركزين. يعطي انذار اذا الحكم قبل بعض الثواني على نهايه الفتره الاولى. مقطوعه الكره هذه مازال في صالح الترجي، محمد علي بحار، جابر اليحيوي من جديد، محمد علي بحار وينجح، ينجح محمد علي بحار في تعديل النتيجه، حوار شيق بين زوج 30 ثانيه فرق، وينجح محمد علي بحار 15-15 في توقيت 29 دقيقه و 33 ثانيه اللي كانت كان خطا في محاصره لاصقه على عبد الحق بن صالح، مع ذلك يتمكن من التمرير ويربح 9 امتار. مكرم سلامه عبد الحق بن صالح الى محمد السوسي، ربما اخر هجمه وعاليه عاليه كره عاليه، واظن ينتهي امين بنور نهايه الفتره الاولى بين الترجي والافريقي بالتعادل 15 مقابل 15. إلى اللقاء مع بداية الفترة الثانية. أبرز لقاء
مشاهدينا الكرام، احباء الرياضه، احباء كره اليد، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر للشوط الثاني من مباراه النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. مباراه تدخل في اطار الدور النصف النهائي لكاس تونس لكره اليد. طبعا امامكم النتيجه، نتيجه الشوط الاول 15 مقابل 15. كان شوط اول يعني فنيا ما شفناش مباراة كبيرة، لكن طبعا كانت مباراة نسق ماراثوني للاعبين دفاعا وهجوما من اجل تذليل الفارق. مرة النتيجة كانت للافريقي، مرة للترجي، لكن حاليا انطلاق الفترة الثانية بهجوم للافريقي. يعني مباراة كيما هكا يكون فما ضغط كبير، فما مجهود هذا كبير بالنسبه للاعبين، ونعرفوا اللي هذه مباراه في اخر موسم، موسم كان حافل جدا بالبطولات العربيه والافريقيه والوطنيه. جاء اللاعبين اكيد فما سماح حسني طويله لمحمد السوسي. حوار محمد السوسي مع حمدي عيسى امام الاعاده. كل ما تكون عنده الكرة محمد السوسي لا يقدم عليه لاعب ولا مرة صوب بكل راحة. أكيد هذه هي الدفاع والاستماتة في الدفاع. 9 أمتار إذا تتلعب من مكانها. مكرم سلامة عبد الحق بن صلاح حاولت المرور، زوز لاعبين شوفوا أمام عبد الحق بن صلاح. حمدي عيسى والستاري اللي هي خطورة هذا اللاعب عبد الحق بن صالح. محمد السوسي حاول تويله لمين بنور، استدام مع كمال العلويني، يبدو استدام عفوي. الحكم هو استدام عفوي والحكم ينبه على مين بنور. يلعب كورته من جديد وسامح حسني. يمين بنور محاولة التصويب والتصدي اذا من مروان مجايز. شوفوا التصويبة، مروان مجايز يتألق، الحارس الدولي مجايز. 15-15 تبقى النتيجة على حالة. ونرجع في هجوم تغيير الكرة، لأن شفت الكرة ومشيت الكرة اللي كانت تلعب بها المباراة. كان تصدي طيب من مروان مجايز. نتابعوا الهجوم هذا للترجي. كمال العلويني يشوف خروج خالد حاج يوسف خارج التسعة أمتار. مازال الحوار متواصل. بين حمدي عيسى والحكم. وفي الأخير إرجاع الكرة الأولى، شوفوا اللاعبين يطالبوا بإرجاع الكرة الأولى للمباراة، هذا اللي يتم فعلا. حمدي عيسى إذا يلعب التسعة أمتار. كمال العلويني، جابر اليحيوي، الستاري، كمال العلويني في الجابر اليحيوي، أيمن حماد، أيمن حماد يربح تسعة أمتار. حذر كبير من الدفاع الإفريقي. كمال العلويني، أيمن حماد، ما زلت الكرة لكن يسقط حمدي عيسى ويربح تسعة أمتار. حمد علي بحار يدخل كلاعب دايرة ثاني، مقطوع الكرة بعد تصويبة كما جاءت من العلويني. محمد السوسي، محمد السوسي يمين بنور يطلب في الكرة لكن يختار أنه يريض الكرة. أيمن حماد هو اللي شاط ورجعها دريسي دريسي. 3 دقائق وفما حتى هدف تقريبا ولا هدف من الجانبين. نتيجه نفس النتيجه للشوط الاول 15-15. امين بنور، محمد السوسي، امين بنور، مراد الستاري يشوفوا كيفاش خارج المنطقه. ممتازه التصويبه من مكرم سلامه. مكرم سلامه التمريره كانت حاسمه ويتمكن من تسجيل النقطه 16. هجوم سريع للترجي، ايمن حماد مرة أخرى لمحمد علي بحار، أيمن حماد، ستار يطلب في الكرة في مركز الدائرة، جابر اليحيوي لكن توصل بعد تصفيرة الحكم. تمريرة جابر اليحيوي والإعادة.
ويربح 9 امتار. الفريق الجزائري كيلعب دفاع 5-1. حاج يوسف يقدم باش يحد من خطوره العلويني. جابر اليحيوي ورائيا ايمن حميد، لكن يربح 9 امتار، يكون فما دفع لكن الحكم يتبع 9 امتار. ثم مسك من القميص وحكيت على الشاشه، الحكم ما يتخطاش لكن تكمل الكره ممتازه ولا اروع، ممتازه من العلويني. شوفوا محاوله فرديه العلويني. في القائم التصويبه 16-16. واضح وانه كما قلنا المباراه ما تنجمش تلعب الا في الثواني الاخيره بين الترجي والافريقي. اهميه طبعا ورقه العبور للدور النهائي اللي كما قلنا بتكون يوم الجمعه في قاعه قفصه، لاول مره دور نهائي في قفصه. 16-16 اذا نتابعوا الهجمه هذه الافريقي. محمد السوسي، امين بنو، وسامح حسني. نعرفوا النهائيات الشبان اللي كانوا المفروض باش يكونوا نهار 29 باش يوخروا يوليوا نهار 5 جوان، لانه العديد من اللاعبات واللاعبين يلعبوا في الاكابر ماهمش باش ينجموا يتمكنوا باش يلعبوا نهائي الاكابر والكبريات، ثم في الغد يلعبوا نهائي الوسطيات والصغريات، وبالتالي خممنا انه يوخروا النهائيات الشبان الى 5 جوان وباش يكون في قاعة رادس في بير ترادس. عبد الحق بن صالح اذا يربح 9 امتار. امين بنور، عبد الحق بن صالح، محمد السوسي يطلب الكرة، يدخل عبد الحق بن صالح كلاعب الدائرة ثاني لارجاع طبعا الدفاع للخلف من بعيد. امين بنور تقريبا فردي امين بنور كانتش مركزة الكرة هذه كما جات التصويبة. شوف امين جانبية كرة أمين بنور تبقى النتيجة على حالها. شوفوا 5 دقائق و26 ثانية، كل فريق سجل هدف فقط، لأنه كل فريق حاول يركز في الدفاع على نقاط قوة بتاع الهجوم المعاكس، فريق المعاكس، وبالتالي قلت النجاعة بتاع الهجوم بالنسبة للنادي الإفريقي والترجي الرياضي. كمال العلويني ربما التصويب، جابر اليحيوي مرة أخرى، العلويني، ستاري، علويني ربما التصويب وينجح. ناجحة من كمال العلويني، النقطة 17. شوفوا الإعادة، بدرات فردية كما شفناهم من بن صالح، إجابة بالتصويب محمد السوسي. محمد السوسي وسامح حسني يطلب الكرة من الجناح، هذاري طبعا من لعب السلبي. في الدفاع نادي الفريق والترجي الرياضي التونسي يحاولوا باش ما يخليوش الهجوم يقوم بهجوم مسترسل، يعني يحاولوا يقوموا بخطا، يحاولوا يوقفوا الكره باش ما يخليوش الهجوم يكون مسترسل وبالتالي يلقى حلول، يدفع فيهم للحلول الفرديه اللي هي مجدي متاج. سوسي التصويب في دين مروان مجيز. شوفوا اللي صد سكر دوزيام بوتو والحارس مشى الاول بريمي بوتو اللي هو محلول، فبطبيعه الحال تجي الكره في يد الحارس. لهنا فما تعاون بين الدفاع وحارس المرمى، الدفاع ياخذ دوزيام بوتو والحارس المرمى ياخذ البوتو الاولاني، وهكاك يسهل معناها يسهل التصدي بالنسبه للحارس. جابر اليحيوي، مراد الستاري، بيع الكره، بيع الكره لكن تخرج ركنيه. يقول الحكم لمست في اللاعب من الافريقي على حسب اشاره الحكم. الحكم شاف اللي المدافع هو اللي نحى الكره من يد هذاك، علاش ترجع للترجي؟ رجعها للترجي. كمال العلويني، محاوله المباغته وناجحه، ناجحه من هذاك الثالث على التوالي لكمال العلويني. 16-16 ثلاث نقاط متتاليه لمنسق الترجي كمال العلويني. لحد الان ترجي رياضي تونس لا يلقى في الحلول عن طريق كمال العلويني، 3 اهداف، 3 محاولات على 3. اكيد النادي الافريقي مش اللي يقرا حساب المبادرات بتاع كمال العلويني. حوار
متواصل شوفوا بين الستاري وعبد الحق بن صالح، شوفوا حاصره نسيقه رجل لرجل غمرا لخطوره عبد الحق بن صالح، مع ذلك يتمكن من التصوير لكن ضايعه. محمد يعيس ايضا يتمكن من تسجيل النقطه 19 اسبقيه مره اخرى للترجي بثلاث نقاط للترجي. وقت مستقطع طبعا حافظ الزبيبي مدرب النادي الافريقي اكيد اكيد شاف انه فما شويه تشنج لدى اللاعبين، واكيد انه حافظ زوابي شاف انه من الاحسن انه يريغ اللاعبين تاعو. انذار لحافظ الزوابي لان شفناه كان في حوار مع الحكم، كان غير راضي على الكره الاخيره اللي نسمع فيه اللي قال انها لكن طبعا حافظ الزوابي اللي نعرفوه اكيد هو اللي تو باش يريض اللاعبين باش ما يدخلوش في هذه المشاحنات. نعرف كل حافظ الزوابي تم تعيينه مؤخرا على راس المنتخب الوطني بعد استغناء على ستيفان موي، وكان رجع بورقه التاهل لاولمبياد البرازيل 2016. على كل وقت مستقطع ينتهي ان شاء الله طبعا الاجواء ترجع كما بدايه المباراه يرجع مكرم يساوي في حراسه المرمى الادريسي. قلت مباراه بدات في كنف الروح الرياضيه واكيد فما منتصر فقط، ما فماش علاش هذا التشنج واكيد تترجع المباراه لنصابها. على كل كذلك بنور يبكي يخلي مكان اسامه حسني كظهير ويدخل المجدوب، يدخل المجدوب في الجناح اسامه حسني ربما التبرير للجناح لكن يختار المراوغه ويربح 9 امتار. اسامه حسني عبد الحق بن صالح يطلب الكره مراد الستاري يدخل يكمل اللعب فما شيء هاي اللقطه الاخيره. عبد الحق بن صالح في العادة الحوار مع الستاري اللي خارج التسعة أمتار متقدم في الدفاع. أسامة حسني أسامة حسني أسامة حسني دخول بقوة دخول بقوة دخول بقوة كانت تذكية من الدفاع لإجبار أسامة حسني على ارتكاب هذا الخطأ. 16-19 وهجمة هاي الإعادة يغطي كمال العلمين يسكر الانترفال فأسامة حسني كان مجبر على ارتكاب الخطا باساج الفرصه والدخول بقوه. يرجع الهجوم لترجي ايمن حماد حمد علي بحار ايمن حماد شوف العلمين كالعاده محاصره نسيقه ايمن حماد وراي اليحياوي ضربه جزاء ستاري من المفروض هدف لكن اسامه حسني يتم استبعاده بدقيقتين ما شفتش اللقطه. فما مسك واضحة واضحة في الصورة هاي أمامنا واضحة مسك من القميص إسقاط اللاعب مراد الستاري استبعاد بدقيقتين إذا أسامة حسني أسامة البوغانمي ينجح أسامة البوغانمي أول مرة نشوف فارق أربع نقاط في الفريق ياسين في 10 دقائق سجل هدف وحيد فرجع للفجرات في 10 دقائق تم تركيز كبير على على الدفاع أربع نقاط أو 5 نقاط للفريقين للترجي نقطة فقط أو هدف فقط للإفريقي. عبد الحق بن صالح تصدى نجايز ترجع هجوم سريع عبد الحق كمال العلويني كمال العلويني كان يحب يجبر اليحياوي لكن تبيع الكره وتبقى للترجي حب يمرر لجبر اليحياوي. ايمن حماد
العلويني في الجبر اليحيوي علويني في دين المقرب المساوي. حكم شاف اللي فما دفع فما احتجاج من النادي الافريقي يشوفوا كابيل العلميني جابر الحيوي الستاري وضايع الكرة خالد الحجوز بياخذ الكرة هذه طويلة المجهود لكن الدفاع يرجع خالد الحجوز يلعب دفاع ويخلي مكانه لأيمن بنور في الهجوم حب يلعب هجمة سريعة لمجهود وممكن في الشوط الثاني لأنه أيمن بنور يلعب من جهة منطقة التغيير وبالتالي نجم يرتحوا في الدفاع مش كما الشوط الاول هو مجبر ان يلعب بالدفاع والهجوم. صحيح. في 12 دقيقة النادي الافريقي سجل هدف وحيد في حين الترجي الرياضي التونسي سجلوا 5 اهداف منهم 3 اهداف مركاهم كمال العلوي. بعد حركة مع الحكم ثم تشنج النقطة تشنجت الاعصاب طبعا الافريقي اللي قاعد يشوف النتيجه 4 نقاط فارق في 12 دقيقه بتمكن من تسجيل الا هدف فقط امين بنور شوفوا يمشي للحكم ثم احتجاج يشوفوا انه اللعب كان خشن شويه وامين بنور حسب اللقطه حب يوري للحكم اللي تم لمسه من الوجه ولكنه لكن يده مسك وجه الحكم على ذيك تشالنج وعطى استبعاد بتخطيط المفروض هدوء اعصاب خاصه امين بنور من لاعبين المنتخب الوطني مباراه هي مباراه 60 دقيقه الافريقي منقوش من اللعب مازال تقريبا 15 ثانيه قاعد يلعب منقوص رمزي مش يحاول يحتفظ بالكره عبد الحق بن صالح طويله لمكرم سلامه كان طيبه التمريره تشوف عبد الحق بن صالح من محمد السوسي تمريره حاسمه يجيب ضربة جزاء استبعاد لأيمن حماد بدقيقتين طبعا تشنج من الترجي الإفريقي أيمن حماد بنور يقعد مازالوا باش يقعد برا تقريبا 22 ثانية 23 ثانية ويكتمل نادي إفريقي توا باش يلعبوا 5 ضد 5 نادي إفريقي الترجي الرياضي عنده هجمة 5 ضد 5 ضرب جزاء ضرب جزاء لنجم ترجع النادي الافريقي الى 3 اهداف فارق وهنا لازم نقولوا انه مازال فما برشا لعب بالنسبه للفريقين رفيق باشا في التصويب وينجح مروان مجيز في التصدي ينجح مجيز في التصدي تبقى النتيجه على حالها هامه ياسر بالنسبه للمباريات كما في الوقت هذايا في المباراه لان عندها تاثير على معنويات اللاعبين يرجع انيس محمود جابر اليحيوي طويله لمراد الستاري جابر اليحيوي ما زالت المحاوله حوار مع خالد الحاج يوسف ثم مساحات كبيره في جابر اليحيوي يحاول باش يمشي رجل لرجل ان كونترا كمال العلويني محاولة المراوغة ورائية لنيس المحمودي جابر اليحيوي المحمودي المحمودي مازالت الكورة محمد علي بحاري خرجها العلويني ويحاول حمدي عيسى لكن الحكم يقول ترجع للإفريقي مازال الحوار مكرم سليمة أو مجدوب من عبد الحق بن صالح مكرم سليمة طلب الكورة أمامنا رقم 14 لكن توصل الرمزي مجدوب لانه اقرب للزاويه المفتوحه بالجناح يختار الحل الامثل عبد الحق بن صالح بالعاده تشنج الاعصاب على بنك الافريقي ويسجل الهدف الثاني في هذا الشوط هذا هدف فارق 17-20 انيس المحمودي محمد علي بحار محمد علي بحار يبحث عن مساعده المحمودي يرجع نادي الافريقي كامل جابر
جابر اليحيى ورأي العلويني ينبه الحكم على حمدي عيسى. العلويني العلويني ورأي انيس المحمودي. حمدي عيسى يطلب الكرة وسبعة متاعي حصل على السبعة متاعي ياخذ الكرة ويجيب ضربة جزاء رغم تصدي بكر المساوي. التمريرة كانت حاسمة. ندخلوا توا داخلين الربع ساعة الأخير من المباراة. مكرم المساوي وأنس المحمودي كالعادة أسامة البغارمي عفوا أسامة البغارمي أسامة البغارمي ينجح في ترفيع الفارق 21 مقابل 17 أربع نقاط فارق. رمزي مجدو بنور إلى السوسي محاولة المراوغة ينجح ينجح على الثبات ونابوي ينجح إذا محمد السوسي حاول إعادة على الثبات يغالط مروان مجايز 28 21 يظل الفارق يصبح ثلاث نقاط دخول أسامة حسني 6 ضد 6 جابر اليحياوي العلويني تغيير المراكز جابر اليحياوي ثم حذر كبير من ايمن حماد مراد الستاري هو اللاعب الوحيد اللي عنده يمثل اختار من بعيد جابر اليحياوي في زين مكرم المساوي سامح حسني يقطع الكره هذه خالد حاج يوسف محمد السوسي ينجح ينجح محمد السوسي الحكم يقول عمل اربع خطوات لكن فما اعطى الاسبقيه لافونتاج يعني ترجع 9 امتار لو اربع خطوات خطا لكن وقت اللي يعطيه الاسبقيه يولي يربح 9 امتار هذا اللي صار خطا صار عليه يرجع الخطا الاول هو الاساسي يسرق عليه 9 امتار امين بنور ربما التصويب عبد الحق بن صالح الباغت وينجح في تذليل الفارق رجع الا واحد فارق 20-21 نسق مرتفع للمباراة تمام العلويني ايمن حماد خروج حمدي عيسى تمام العلويني جابر اليحيوي حبيب باغت مكرم المساوي يحاول يصعد الهجوم المعاكس محمد السوسي محمد السوسي رمزي مجدوب ويرفع الكره بالحارس مروان مجايز ممتازه من الجناح شوفوا كان مروان مجايز مقدم بلوك او رفع الكره بمروان مجايز وقت مستقطع يطلب فريق الترجي الرياضي التونسي النتيجه ولات 20-21 تونسي شاف ان الامور ولات ماهيش ماشيه النادي الافريقي اللي هي يقلص في الاسبقيه وبالتالي باش يوقف الليبوراجية هذه يلزم ياخذ وقت مستقطع باش يعاود ينظم شفوفه دفاعي وخاصه في الهجوم لانه فما ياسر اهدار الكره في الهجوم خلى اعطاه فرصه للنادي الافريقي انه ياخذ اكيد انه اصرار النادي الافريقي كذلك هو اللي خلاه بالهجمات المعاكسه مباغتة وسريعة لقاء حلول وسجل أهداف لأنه شفنا أنه الحل هو في لي كونتر أتاك لأنه أتاك في الأتاك بلاسي النادي الإفريقي والترجي الرياضي اللي هم يلقاو في صعوبات كبيرة لأنه ظاهر أنه المدربين الاثنين ركزوا تركيز تام على الإعداد الدفاعي وخلوا نقاط القوة للفريقين ما تلقاش الراحة باش تنجم تسجل أهداف فيبقى انه لابد من الهجوم يخلط على الدفاع وهو مازال ما تركزش مازال ما تنظمش. مستانف اللاعب بعد وقت مستقطع خذا الترجي الرياضي 20-21 اسبقيه للترجي بهدف انيس المحمودي كمال العلمي. الترجي الرياضي ترجع توا بالتشكيله الاولانيه نتاعها مع عداء ستان. تغيير مركز سريع ورأي ليمن حميد كمال العلوين يبحث عن المساندة يلقى مع ايمن حميد يدور يحاول التصويب والاستماتة من أسامة حسني في الدفاع
كمال العلوي، يطلع ايمن حماد، لكن مكرم يتصدى. مكرم مساوي يصد كره هامه جدا. الكره هذه تبقى الكره. شوفوا ايمن حماد محاوله التصويب. والافريقي في محاوله للتعديل 21-21. عبد الحق بن صالح، مكرم سلامه، امين بنور، محمد السوسي. ما زالت الكره لمحمد السوسي، رمزي مجدوب، لكن فما 9 امتار، فما 9 امتار. الافريقي يلوج على الحلول على 6 امتار. محمد السوسي يربح 9 امتار. يلقى الحل بين محمد السوسي ومكرم سلامه. والتعادل، التعادل في 9 دقائق لعب. 21-21، إذن أول مرة تعديل. يعني في الشوط الأول في 6 دقائق كل فريق سجل 6 أهداف، الشوط الثاني في 19 دقيقة كل فريق سجل 6 أهداف. شوفوا تعادل في كامل المباراة. تعادل لكن فما مردود قوي ياسر بالنسبة للدفاع وبالنسبة للفريقين. يعني فما تركيز كلي على الدفاع، والهجوم لقي الكثير من المشاكل سواء بالنسبه للنادي الافريقي او الترجي الرياضي. الدفاع اكيد الدفاع هو من المهام نتاعو هو تقليص النجاعه الهجوميه، وهنا نشوفوا ان الفريقين نجحوا باش يقلصوا من النجاعه الهجوميه للهجوم نتاع المنافس. انيس المحمودي كمان العلوي وراء الايمن حماد. انيس المحمودي شويره في الخلف، فما لاعب مصاب. كمال العلويني ملقى على ارضيه الميدان، ان شاء الله يكون لاباس كمال العلويني. يدخل سي نعيم الهمامي اللي هو كذلك اخصائي العلاج الطبيعي الترجي الرياضي ومنتخب الوطني منذ عده سنوات. هنا يتابع في اللاعبين سواء في النادي او في المنتخب. احدى الكفاءات اللي عندنا كمال العلويني. فما دفاع قوي في سواء في الهجوم او في الدفاع اللي يخلي تصير بعض الاصابات في شفوف اللاعبين، ان شاء الله لاباس. وفي الحاله هذه يبدو استدام عفوي لانه شفناه سقط على الميدان التحام، سقط كمال العلويني، اكيد ان شاء الله يكون لاباس. وفعلا يكون لاباس كمال العلويني، قدم مباراه ممتازه كمال العلويني. شوفوا وقع تغيير في الترجي الرياضي التونسي، دخول مروان شويرف، وكذلك بالنسبه للحارس وسام دخل، وسيم دخل مكان مجايز. مروان شويرف، ايمن حميد، انيس المحمودي، تبع العلوي يربح 9 امتار. ثم تنبيه باللاعب السلبي، تحذير للتصوير هنا اكيد لانيس المحمودي، يصوب فوق الركنيه يربح ركنيه لانه لمسه في الدفاع عن الكره الاخيره حسب الحكم طبعا، وتخرج الركنيه. انيس المحمودي في محاوله للتصويب، مقطوعه الكره هذه. انيس اسامه حسني يختار التريف والالتجاء للهجوم المركز طبعا في حالة عودة الدفاع بسرعة زيد الهجمة المرتدة والهجوم المعاكس والالتجاء للهجوم المركز مهم النجاعة. عبد الحق بن صالح، خالد الحاج يوسف يبقى كظهير، تعاود يخرج في الدفاع. محمد السوسي، محمد السوسي فوق الدفاع وجانبية الكرة، فما صد ترجع ركنيه لانه لمست في الدفاع. خالد حاج يوسف في التنفيذ، هي لمست في الدفاع والركنيه. محمد السوسي تغيير مراكز، خالد حاج يوسف يدخل كلاعب دايره ثاني. عبد الحق بن صالح وجانبيه، صد حولها الاعاده. عبد الحق بن صالح جانبيه كورتي مع وسيم هلال،
عبد الحق بن صالح وسيم هلالي يتصدى، يتصدى وسيم هلالي دخل كان مروان مجايز. دخلنا للموني تايم او اللحظات الحاسمه. بتعادل 21-21 في دقيقه 21. تغيير مراكز كالعاده. حمد علي بحار العلويني، ايمن حماد، وسام انيس المحمود، انيس المحمودي توصل لكمال العلويني يربح 9 امتار. تغيير المراكز قلنا لخلق الثغره، وفعلا دخلنا في الثمانية دقائق الاخيره الحاسمه والتعادل سيد الموقف. كمال العلويني في محاوله ضايعه الكره، ضايعه كره كمال العلويني. هجوم الافريقي، شو تفاهم بين امين بنور، كورته يتصدى لها وسيم هلالي يتصدى هلال. شوف الاعاده كان في وجه لوجه مع وسيم هلال اللي يتصدى للكره هذه. محمد علي بحار، حماد، علويني، خرج مراد الستاري، خروج العلويني، حسام حمام، حسام حمام كمنسق مكيان كمال العلويني. ما يخمم ديني في الدقائق الأخيرة لإرجاع سبعة دقائق لأنه قدم مباراة ممتازة، لكن نسق قاعد يقوى لأنه في الدقائق الأخيرة أكيد اللياقة البدنية هي اللي باش تقول كلمتها. أنيس المحمودي حسام حمام، تقاطع مروان الشويرف، تقاطعات متواصلة المحمودي. حمام يطلب في الكرة كلاعب دايرة ثاني. كان محاصر أسامة حسني محاصره، فما انتباه كبير في الدفاع النادي الافريقي. العادة التحضير للتصويب بين حماد والمحمودي، حماد ياخذ الكرة لكن فما الدفاع. مرة أخرى 9 أمتار. يطلع المرة هذه أنيس المحمودي ويتصدى، يتصدى مكرم الميساوي حارس الخبرة. رغم أن الكرة غير اتجاه الدفاع فرجع لها مكرم الميساوي، كانت صعيبة. وقت مستقطع، وقت مستقطع يطلب حافظ الزبابي مدرب النادي الإفريقي. هذا الوقت المستقطع الثاني للنادي الافريقي. نعرف كذلك فما الوسطيات عندهم بطولة العالم في روسيا وباش يبداو التحضيرات نتاعهم مباشرة بعد الأدوار النهائية للكأس اللي باش يدور 5 جوان. كذلك الاصاغر والاواسط عندهم بطوله افريقيا اللي باش تدور من 2 حتى 2 سبتمبر وباش تدور في مالي. دونك عندهم تحضيرات باش يبداوا بعد شهر رمضان ان شاء الله. نهاية الوقت المستقطع ايضا اللي كان طلبه حافظ الزوابي من مدرب النادي الافريقي. النتيجه ما زالت التعادل 21-21، مباراه واعده هامه جدا كذلك، خاصه الرهان والتاهل للدور النهائي لكاس تونس. عمليه تقاطع، دخول مجدود كلاعب دايره ثاني، ما زالت الكره مقطوعه من ايمن حماد، لكن الحكم يقول شاف انه تسعه امتار للافريقي. دفع دفع ضد فعلا، ايوه واضحه في الصوره. جابر لحية وكان دفاع رمزي مجدوب. عبد الحق بن صالح طويلة ذكية لرمزي مجدوب، لكن ما زلت محمد السوسي ينجح. محمد السوسي ده لأول مرة في الشوط الثاني الإفريقي متقدم على الترجي 22-21. جابر لحية، حسام حمام،
ايمن حماد، حسام حمام، جابر اليحيوي، مراد السطاري. عملية التقاطع، جابر اليحيوي يطلب المساندة، تضيع الكرة، مكرم الميساوي يلوج على الهجوم المعاكس، لكن عودة الدفاع ويبقى إذا الحل هو الهجمة المركزة خاصة بصوت تفاهم بين جابر اليحيوي والبيفو، عطاه باس سنة البيفو باش تحرك ما تحركش. محمد السوسي، عبد الحق بن صالح، حميد بنور، كالعادة مراد الستاري تقريبا في ال 14 متر مدافع خارج الملعب. في اللاعب دايرة ثاني. السوسي، السوسي يحاول التصويب، طبعا عملية دفع يربح 9 أمتار محمد السوسي. الفريق يحاول يحتفظ بالكرة ويركز أقصى ما يمكن، لأنه مهم ياسر أنه ياخذ الهدف الثاني فارق قبل 4 دقائق من نهاية المباراة. يعني هذه توا كل كرة هي هامة وهامة جدا. 9 أمتار إذا دائما للنادي الإفريقي. مكرم سلامة إلى محمد السوسي، عبد الحق بن صالح، خروج خالد حاج يوسف باش يدخل كلاعب دايرة ثاني. عبد الحق بن صالح، بنور، بنور محاولة المراوغة، يتصدى وسيم هلال ويربح 9 أمتار الإفريقي. التصويبة من بعيد ثم يرجعها المدافع، تبقى للإفريقي. سوسي، عبد الحق بن صالح، عبد الحق بن صالح، خالد حاج يوسف ربما السوسي، استباتة من مرمي شويرف، إعادة كان حوار مع السوسي. طبعا الترجي ما يحبش يقبل هدف في الفترة هذه بالذات لأن 22-21، والإفريقي أكيد يحب يرفع الفارق. مشروع طبعا كل فريق يحب يتأهل الدور النهائي إن شاء الله، المباراة ما تخرجش على السيطرة إن شاء الله، تبقى الفير بلاي هي الأساس. فوق الميدان محمد السوسي في محاولة للتصويب، استماتة من الدفاع، تنبيه باللعب السلبي. نلعبوا تقريبا في 3 دقائق الأخيرة، بعض الثواني ندخل في 3 دقائق الحاسمة الأخيرة. هنا الدفاع لابد أن يدافع، يكون دفاع قوي من غير أدخل. من غير ما يكون فما عقوبات بالخيستين، لأنه كل عقوبة بالخيستين توا تكلف غالية. للترجي أيمن حماد، ورايا حسام حمام، اليحيوي، مراد الستاري، جابر اليحيوي. الإفريقي طالب أو فعلا دخول بقوة، كان تنشاهدوا الإعادة، دخول بقوة. خطأ اعتبره الحكم، دخول بقوة من جابر اليحيوي. هاي الإعادة، جابر اليحيوي أو مشي بالكرة، على كل خطأ ضد الترجي. من 20-21 الهجوم للإفريقي. خالد حجوز، عبد الحق بن صالح، أمين بنور، أمين بنور، الستار يشوف قريب دائما من وسط الميدان. سوسي ما يخش الكرة هذه، استماتة من الدفاع، بصعوبة قاعد يلقى في الحلول نادي الإفريقي من هذه الاستماتة في الدفاع. رمزي مجدوب، محمد السوسي، محمد السوسي معاه مروان شويرف من احسن المدافعين كذلك. الستاري على بن صالح تقريبا اخطر اللاعبين اللي محمد السوسي. مازال الحوار كان بصعوبه، الحكم يقول الكره دائما للافريقي في حوار مع مروان شويرف. الاتاك هذه قعدت تقريبا دقيقه ونص، دقيقه ونص، 27 حتى نقطه فارق.
كرة هامة جدا. ياسين محمد السوسي، أمين بنور، واستماتة من وسيم هلال. حاول يصعد هجوم سريع فريق الترجي للتعديل. شوفوا الهجوم. خالد حاج يوسف كان في حوار مع أيمن حماد. وقت مستقطع يطلبوا دوني لاتو مدرب الترجي اللي عنده الهجوم طبعا. تقريبا دقيقتين لعب، دقيقة ونص لعب. فالكرة هذه هامة جدا. هي كرة تعادل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. طبعا دقيقة وثمانية توالي. التعادل نعرفوا اللي باش ندخلوا لزوز حصص إضافية أولى. اثنين في خمسة دقائق. يكون الفريق وإذا كان التعادل من جديد كذلك. شوفوا النادي الإفريقي عبد الحق صالح سبعة، كذلك الترجي في ترتيب الهدافين، مكرم سليمة خمسة، أربعة العلويني، محمد السوسي في الإفريقي خمسة، ثلاثة محمد علي بحر. هذا ترتيب هدفي هذه المباراة اللي نذكر مباراة الدور النصف النهائي لكأس تونس. دقيقة ونص درنا لنهاية المباراة. حاليا أسبقية للإفريقي بنقطة. هدفين الترجي. حسام حميم، مروان شمير، الحكم يقول تتلعب من مكان هالحكم طبعا. حسام حميم، هنيس المحمودي، حسام حميم، حسام حميم يربح 9 امتار. الترجي الرياضي يحاول يطول الهجمة باش يسدد في آخر وقت. يخسر الكرة. التمريرة كانت ضايعة. بل 30 ثانية. أيمن حماد، المرة هذه الإفريقي هو اللي باش يحاول ربما يستوفي الثواني الأخيرة في المباراة. ما عندوش حل الترجي إلا أنه الإفريقي باش يحاول يحتفظ بالكرة هذه. يحاول يحتفظ بالكرة ماهوش باش يحاول يسدد أو يباغت في آخر وقت. لانه تسرع في وضعيه هذه تنجم تخدم. دفاع متقدم شوفوا للترجي في الثواني الاخيره طبعا لقطع الكره. حكم 8 ثواني على نهايه المباراه. 7 ثواني على اللعب السلبي. لكن اظن انه المباراه تقريبا خالد الحاج يوسف 7 ثواني. محمد السوسي، خالد الحاج يوسف، ورائيه لعبد الحق بن صالح. نهايه المباراه بتاهل النادي الافريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي 22 مقابل 21. نهايه المباراه مبروك للافريقي، ان شاء الله حظ اوفر للترجي الرياضي التونسي في قادم المسابقات. شكرا لكم على المتابعة على الوطنية الأولى. شكرا لك سي ياسين بن عرفة في التحليل الفني للمباراة. إلى اللقاء مع تحية لميا الذويدي، إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.